المنتخبين داخل جامعة زنيت والمنتخبين ديال الجامعات اللي شرفتنا اليوم بالحضور ديالها، السادة رؤساء المصاريح، السادة السيدات ممثلي المجتمع المدني، ممثلي الصحافة، الحضور الكريم. في الحقيقة نحن في محطة مفصلية في إطار الموعد السنوي النوعي الذي تنظمه جامعة زنيت. الموعد هو احتفاء بالمجتمع المدني واحتفاء بالريادة للمجتمع المدني في هذا المجال ديال القرار المحلي. في الحقيقة لن أطيل عليكم في هذه المسائل المتعلقة بالمنتدى وأهميته كمحطة وكحلقة تواصلية وتشاورية وتشاورية، بقدر ما سأركز على هذا الميثاق ديال التواصل الجماعي للسيد الرئيس بأنه يمثل واحد الوثيقة مرجعية يمكن أنها تكون يمكن نتقاسمها مستقبلا مع مجموعة من الجماعات وحضور الجماعات الترابية من المغرب ومجموعة من المدن، لا خير دليل على هذا الاهتمام. وهنا لابد أن نشكر برنامج الدعوة الألماني جي زيد من خلال الجماعة المواطنة، شبكة الجماعة المواطنة والبروغرام برنامج الجماعة المواطنة اللي حضروا معنا واللي واكبونا منذ تقريبا 2018 في إطار تنزيل هذا المشروع وغيرها من المشاريع. البرنامج الدعوة الألماني خطنا جماعة زين خطت في هذا البرنامج خاصة بروغرام كومان اللي فيه واحد عدد ديال الشبكات النقل الحضري المدن العتيقة الحكمة التشاركية الهجرة الطاقة وغيرها، بمعنى الجامعة منخرطة واحد العدد ديال الشبكات. وهذا الانخراط ديال الجامعة ديال تيزنيت، قد يتساءل البعض منكم ما جدوى الانخراط في هذه الشبكات. الجدوى وهو أن المواكبة التقنية مسألة تجويد وتقويض القدرات ديال الموظفين والمنتخبين في هذه المجالات الأخيرة دليل على ما نقول. وهذاك برنامج ديال أفكار الشباب، مباراة أفكار الشباب، وتمرت هذا التعاون زيادة على تلك الدراسة التي قام بها برنامج التعاون الألماني لجامعة زنيت في إطار برنامج منازل أين للسقوط وغيرها منها. إذا هذا البرنامج جماعة المواطنة اللي بدا في نهاية 2017 واستهدف بالخصوص كيفية تجويد خدمات الجامعة لفائدة المواطنين، بمعنى تحسين صورة الجامعة في نظر المواطنين أو المرتفقين بصفة عامة. بدينا مسألة ديال الاستقبال، مسألة ديال الشكايات، مسألة ديال التشويق، واحد العدد ديال الأمور. وبطبيعة الحال راه عندكم في الأرضية واحد كرونولوجية لهذا المسار ديال الميثاق التواصلي اللي بدا في تارودانت. في أبريل 2019 تم الاتفاق على أن جامعة زنيت، هنا لابد أن أشكر الفريق ديال الموظفين والمنتخبين ديال الجامعة اللي شاركوا في تردد وختموا بتفاني وبلوروا أفكار مهمة في هذا الصدد. إذا هنا تم الاتفاق على الاشتغال على الوثيقة. ثم بعد ذلك في ماي 2019 اشتغل برنامج جي زيد جامعة المواطنة مع المواطنين ومع الموظفين في إطار تنمية القدرات وفي إطار الاستماع باش نبلورو هذا الميثاق اللي بدا تقريبا من ماي 2019 وانتهى يوم 5 شتنبير 2019، بمعنى واحد المسار طويل جدا، مجموع المحطات تقريبا واحد 8 المحطات. إذا النتيجة بصفة عامة أن هذه الوثيقة التي بين أيديكم ليست إلا واحد المسودة، واحد المشروع قابل للنقاش والتعديل والتصحيح وغير ذلك. بمعنى آخر ليست وثيقة نهائية ولا وثيقة غير قابلة لربما لمراجعة والنقاش. إذا هذه الوثيقة من فضلكم هي
وثيقة ستعرض على الورشات، هي ورشات موضوعاتية، وأي حاجة بغيتو تعدلوا فيها ولا تزيدوها ولا تحيدوها ولا ما عجبتكمش، إذا أنتم أحرار في هذا المجال. إذا باش نبينوا ونعطيكم صورة أكثر على ما قمنا به، هذا المساح طويل، الآن مع واحد شريط فيديو يوثق إلى حد ما هذا المسار الذي بدأ. Oh, yeah.